الاسم وكذا إلى آخره. أنا سميرة بن سعيد، مواليد 10 يناير 58، من عائلة مكونة من 9 أطفال، 5 بنات و4 أولاد، طبعا غير الوالد والوالدة. بعد ما تقيدت بقيود الزواج بعد غير متزوجة. لسه مش متزوجة يعني؟ لا مش متزوجة. رغم ما أشيع عنك من علاقات مع بليغ حمدي، لكن ربما كانت هذه العلاقات يعني علاقات صداقة فنية أو كذا. قيل إنك زوجتي من بليغ حمدي. لما يعني يصير معروف على مستوى الجمهور فأكيد بتتابعه وبتلاحقه إشاعات، معظمها بتكون إشاعة يعني إشاعة يعني كاذبة، بس من وحي خيال بعض الناس يعني. يعني كل ما قيل في هذا الموضوع كله ليس له أساس من الصحة نهائيا، وأنا غير متزوجة لحد الآن يعني. أنت قلتي أنك من مواليد 10 يناير 58، 58 يعني عمرك في حدود 23 24. أيوة في الحدود هذه. قلت 10 يناير، هل تؤمنين أيضا بالنجوم والأبراج وغير ذلك؟ والله حسب ما يقال يعني، أحيانا من باب التسلية أحب أقرأ الكتب عن الأبراج يعني، لكن طبعا كذب المنجمون ولو صدقوا يعني، حتى الواحد يعني ما يقدر صدقهم 100%، لكن من باب التسلية بين الحين والآخر يحاول. ومع ذلك يعني برجك إيه زي ما يقولوا؟ أنا جدي. الجدي إيه؟ إيش طبيعة الجدي هذه؟ يعني إيش المواصفات التي تنطبق عليك أنت؟ دي تنطبق عليك. كيف تقرأين نفسك يعني شخصيا؟ هو في عنده محاسن إلى محاسن إلى جانب يعني مساوئ، بس حسب ما يقال إنه محاسنهم تخرب على مساوئهم يعني.